راحوا عند وحده، امي راحت عند وحده من جاراتهم وكانوا مجتمعين. ففي وحده الله يجزاها بالخير، كانت امي قبلها باسبوع ما تنام بالليل طبعا قبل ما تنوم. فجات قرت عليها الين حست زي العقده هنا الين انفكت، طبعا قبل ما كانت تنام اذا حطت راسها تحس زي الدم بيطلع من راسها. فبعدها امي نامت فقالت انت يوم فارس؟ قالت ايه. قالت امسكي هذه مويه بالزعفران حطيها في الثلاجه، لا جاء فارس حطيها على رجولي. حلوين. امي طابت وصارت تنام. انا يوم جيت عند امي توني واصل من مكه وصلت عند امي، جات امي قالت لي اسمع صار كذا وكذا وكذا. قلت لها انت؟ قالت لي الحمد لله. قلت يلا ان شاء الله انها انفكت. طلعت امي من الثلاجه زي القرره دي، طبعا هذه ما هي نوفا عشان لا تقولون على النوف، وحطت على رجلي. والله مسحت مسح كذا على رجلي بدون مبالغه، ان رجلي كان من شاف فيها نار، حار. امي قلت لها من وين جابتها دي؟ قالت من الثلاجه. من هذاك اليوم الين اليوم لان اسبوعين انا في شيء ناشم هنا بيستفرغ ما بقدر. والله العظيم بغيت ادخل يدي لين هنا عيط ابي استفرغ. فانا جيت اعلمكم السالفه لان لي 4 ايام اقوم من النوم اروح دورات الرياضه اكرمكم ويعزكم ما بقدر يطلع شيء وارجع. انا بغير سناب فارس البشيري الى فارس الصحه، لان كلنا قاعدين نشتكي في البيت. امي نامت مرتاحه ويوم جيت اليوم الثاني جاها تكسر صفائح، والله يشفيها ويقومها بالسلامه يا رب. وانا من ذاك اليوم للحين يجي معها، والله هين هين هنا بالضبط هنا وهنا، حتى يوم اكل واشرب مويه احس في زي الدايركت تنزل. ما ادري ايش قاعد يصير. انا كنت ما ابغى اقول بس ابغى اقول خلاص كل عادي، انتم تعرفون كلهم يذكرون الله. فما ما ممكن